معي امرأة واحدة من ساكنة المنطقة، نحاول الحديث إليها لمعرفة ماذا جرى وكيف استقبل وكيف يعيش مواطنو هذه المنطقة بعد ما وقع بالأمس. السلام عليكم. لا، إذا كان ممكن تحكي لنا شنو وقع البارح في الليل. أخويا كنا جالسين ما بينا، ما علينا حتى كنحسوا بالأرض كتهز، ما تحبناش حنا واش الزنزال. أنا كنت لفوق والديا لتحت حتى كنغوت وخرجت الجيران كلهم. هادشي اللي شتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تضروا الناس بزاف ومشاو أرواح بزاف وخسائر بزاف، وما كاينش اللي يعاون اللي يزاد الناس وينقدهم ويجيب لهم شوية ويطلع عليهم. تنطلبوا من السلطات ومن الناس المسؤولين وسيدنا الله ينصروا يشوفوا في هاد الناس ويعتقوهم، والله يجازيكم بخير حتى نتوما كتخدموا الدور ديالكم مزيان. إذا كان ممكن تحكي لنا زعما الناس اللي رابوا عليهم الديور ديالهم شنو وقع بالضبط؟ كيفاش كان سميتو؟ شكون اللي عاونهم؟ فين باتوا في الليل؟ شكون اللي جاب لهم الغطاء؟ الناس خرجوا الزنقة وصافي وكنعاونوا بعضياتنا، ما كاينش اللي يعاوننا. ولاد البلاد الشباب تيخرجوا، الناس اللي طاحوا واللي طاحوا عليهم الحيوط اللي لحقوه راه كيجبدوا، اللي ما لحقوه راه باقي. السيده راه باقي تحت، هي ولدها باقي في تحت الارض، يا ولدها باقي في تحت الارض، ما كاينش اللي يجدهم. الدراري الشباب ديالنا هاد البلاد الله يرضي عليهم هما اللي وقفوا معانا وهزوا الناس وجابوا الغطيان بيناتنا، وقفنا ما فرطناش وكنطلبوا منهم يشوفوا من حالنا ويشوفوا هاد الناس راه قاعدين تما. دابا بغاو الخبز، الحوانت ما كاينينش، بغاو الناس غير ياكلوا. الحوانت دابا مسدودين، ما كاين اللي يجيب لنا والو والو، ما كاينش. وتنطلبوا من السلطات ومن الناس المسؤولين يشوفوا من فينا، والله ينصر سيدنا، والله يجازيكم بخير حتى نتوما. يا